سمير يس. انت اسمك في المسرحيه هادي قلق يعني هل انت في المسرحيه دورك يعني هادي قلق شيء مناقض لبعضه؟ والله هو المؤلف اللي نقى الاسم ده المؤلف يقصد بيه يعني ان هو مطرب هادي انما لما بيغني بيعمل قلق لما بيغني بيعمل قلق لانه حتى في الحوار في المسرحيه بيقول ان انا عملت البونات أيوه. البون ان كل البون ينزل ما شاء الله ما تلاقيش ولا نسخه في السوق. بقول له طبعا الناس اول باول بتخطفها ولا ناس ايه لا البوليس بيلم الشريط بيلم الشريط اكيد بيعمل قلق ومن هنا تمشي الحدوته بقى. الوقت يا استاذ شعبان عبد الرحيم طالع شعبان عبد الرحيم بنفس الاسم ليه؟ اقول لك انا بقى المفروض ان انا لما جوزت بنتي لسمير كنت فاهمه ان سمير عنده ارض وعنده 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 لما اكتشفت العكس فحبت انها تعمل بينهم وبين بعض ايه زومبا. فعارفه مين المطرب الشعبي اللي هو المفروض هما الاثنين بيغنوا بنفس الطريقه كويس فيبقى هو عدو اللدود زي ما هي بتقول في الروايه اكيد فحبت انها تجيب عدو اللدود ده علشان تغيظه فهي جايبه شعبان عشان تغيظ هادي قلق يعني بشخصيته الطبيعيه وجاي يغني في عيد ميلاد بنتي عشان يغيظ سمير ففي النهايه هما الاثنين بيغنوا مع بعض بقى بمصحب. ودي طبعا مفاجاه طبعا شعبان وافق على الحته دي ان هو يبقى هو شعبان عبد الرحيم ليه عشان في البيت عنده الحاجه والاولاد يبقى عارفين انه شعبان بيمثل بدل ما يقولوا لان لو قال اسم تاني هيتخضوا يفتكروا حد تاني العيله هتتخض لان العيله صريحه جدا ممكن لو مثلا قالوا لي محمد مثلا العيله هيقعدوا يقولوا لي محمد راح محمد جه لا هو عايز شعبان انما كده عشان تبقى الموضوع طبيعي ايوه طب انا عايزه اسال الاستاذ احمد الابياري واقول له مسرحيه دوري مي فاسوليا انا بلاحظ حاجه غريبه في مؤلفاتك ومسرحياتك دايما تستخدم يعني اسماء غريبه هل ده نوع من الترويج يعني او لفت النظر او يعني احنا نعرف برضو ان الاستاذ احسان عبد القدوس كان يختار اسماء عجيبه جدا ابي فوق الشجره مش حاجات عملت ضجه لاحظنا ان انت في المسرح هل ده تاثرا باحسان عبد القدوس ولا يعني عشان لفت النظر ولا عشان الشباك ويبقى القطاع الخاص برضو عامل حاجه مختلفه ولا ايه يعني هو اكيد ان لازم اختار اسم يلفت الانتباه ويكون مناسب برضو للعرض اللي انا بقدمه فانا بصفتي ان انا يعني مؤلف واكتسبت شويه خبره يعني من والدي ابو السعود البياري وكده فاتجهت لان يبقى الاسماء ليها يعني واقع مختلف يشد انتباه الناس يعني نوع من الجذب الجماهيري انك تعمل حاجه غريبه غير مالوفه اسم عجيب كده الناس تروح تقول اما نروح نشوف ايه المسرحيه بس غريبة. في نفس الوقت فيها الموضوع بتاع الروايه اللي هي اتنين مطربين دوري مي يعني هنا دوري مي فاصوليا يعني واضح ان السلم الموسيقي اتشقلب فبس انا هقول لك على حاجه بقى اللي اخترع عليا الاسم ده سمير كلمه فاصوليا اكيد فاصوليا سمير غانم يعني هو الاسم ده احنا اخترناه واحنا في بيروت بنتمشى على الكورنيش كده في لبنان انت عارفه الكورنيش جميل فجت سيره الروايه وبتاع واستعرضنا اسامي فجاه قلت له دوري مي فاصوليا راح واقف كده هو بطبيعته لما يفكر في حاجه يبص لفوق الاول استوعب الاسم راح مطلع كام 10 دولار دولار الله راح مدهوني ورديت يا سمير اصل لما تاخدي دولار من المنتج بتفرق ليها قيمه ليه طعم ليه طعم تاني انك بتطلعي من جيبه فلوس عشان كده بقى سموه دولار روي فاصوليا دولار روي فاصوليا